السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم بخير، معكم حسام، ويا هلا والله. وخلونا نسوي كذا شرح بسيط لتروفيات ديترويت بيكم هيومن او نحو الانسانية. التروفيات هذه كلها هايدنج تروفي، مخفية، فبالتالي راح نشوف ايش الاشياء اللي ممكن تسوي عشان تطلع هذه التروفيات. كم هي سهلة شروحاتك يا نحو الانسانية. طبعا انا ما ختمتها وخلصت، ما قلت لكم ايش كان شعوري لما خلصت اللعبة. اللعبة هذه أنا عدتها أكثر في يوم واحد، ختمتها مرتين من قوة حبي للعبة وقرارات واستنتاجات وتفكير، وحتى حسيت إني معاهم. يعني بعد ما خلصت اللعبة تأثرت، جالس كذا قاعد أفكر كذا بنفسي، استغفر الله، كذا خيالي جالس يرسم لي خيارات، مثلا أروح أشرب موية، مثلا أروح أكل، مثلا أروح أنبسط وأتشر، يعني على حسب. فخلينا الآن نبدأ بالتروفيات البسيطة. هنا يقول لك شكرا جزيلا، العب المشهد الاول اجباري، تلعب المهمه الاولى تطلع لك مع التختيم. انتهت المهمه بنجاح، كونر انقذ ايما. طبعا لها نهايات متعدده، يعني حاول انك تنقذ البنت، حتى لو كونر مثلا طاح من السطوح او انطخ او اي شيء. المهم انه في متغير اسمه دانيال في البدايه. طيب اسرار، اكتشفت كارا محتوى صندوق اليس. لما تلعب بكارا الخدامه تروح تفتح الصندوق وتضبط معك كل حاجه. عثر كونر على المتغير في العلية، هذا مع القصة لما تلعب بكونر وتحل المهمة. نحن أحرار، نحن أحرار، هربت كارا وأليس من منزل تود. إنك تخلي كارا وأليس عايشين، سواء يعني تقتل تود أو تضربه أو تهرب من الشباك، كلها تطلع لك التروفي. أهم شيء إنك ما تموت. دافع عن نفسك، ماركوس دفع ليو. انك لما تتغير بماركوس تدف ليو ولد الرسام كارو. طيب تحكم في النفس، ماركوس ترك ليو يفوز. هذه نفس الحركة، بس انك تخلي ليو ولد كارو ايا كان اسمه يعني يضربك، والعجوز يموت قدامكم. اعتراف، جعل كونور الاندرويد يعترف. لما تدخل غرفة الاعترافات حاول انك تستجوب المتغير، وانه يعني يهدى ويبدأ يشرح لك الموقف وليش قتل سيده. المأوى، نامت كارل وأليس في المنزل او المأوى. هذا اتوقع انه مع القصة في 3 اماكن، يا انك تسرق فلوس من المتجر وتروح موتل او هوتل ايا كان اوتيل، وفي عندك كمان انك تنام في السيارة او انك تدخل البيت المهجور. اعرف شريكك، عثر كونر على كل الأدلة عن هانك. وانت قاعد تستنى هانك في المكتب، الشرطة وأشياء كثيرة. هروبية كارا، هربت كارا وأليس من الشرطة. بمعنى انك انت لما تلعب بكارا بعد ما تنام، سواء في السيارة او في البيت المهجور او في الفندق، والعب وخلي الشرطة تكفطك واهرب، او عفوا انك ما تنقفط. لا لا، لازم ما حد يكفطك ابدا، لانه الوحيد اللي ممكن يكفطك ويمسكك هو كونر. فلا، اجل انت ما تنقفط، انك توقف مكانك وتهدى، يعني تعدي الشارع بدون ما حد يشوفك وتوصل لمحطة القطار. كونر امسك بالروبوت، كونر لازم تمسك روبوت. انقاذ هانك، كونر انقذ هانك. اوكي، هذا الروبوت اللي هو لما انت تلعب وتجري وراه وتنقز بين البيوت وتطلع فوق القطار، هو يكون لابس طاقية هذا المتغير. فيجيك خيارين، خيار انك تنقذ هانك كان بيطيح من السطوح، او انك تجري ورا الروبوت. انا في البداية جريت وراه، بعدين لما عدت المهمة انقذت هانك، اخترت الخيار الثاني. هروب من الضيعة ايا كان. هربت كارا وأليس من منزل زانكو. زانكو هذا مع القصة، بس انك انتبه يعني لا تموت، لازم تقعد عايش. وحشية، قتلت أليس تراسيس. مين هذا؟ قتلت، والله ما ادري، قتلت أتراسيس، ما ادري هذه ايش معناتها، واضح عندكم ممكن الخط سيء. المهم شكوك، هربت من ذا ترايسيرز ايا كان اسمه. جمع ماركوس اجزاء كافية،
لما تلعب بماركوس وتاخذ جيريكو معاك لازم تروح تاخذ دم وتاخذ قطع غيار، انك تلعب المهمة كاملة مجرد آلة. هانك قتل كونر، انت قاعد مع هانك بعد مهمة الملهى الليلي وانتوا قاعدين تتكلموا عند الجسر، خلي هانك يقتل كونر. ابتسامة على وجهها، ابتسمت أليس بركوبها دوامة الخيول. اوكي، هذه طبعا مع القصة، بس حاول انك تخلي أليس يعني صاحبتك وتختار القرارات المناسبة. خطة محكمة، نجح ماركوس في بث رسالته دون إطلاق الإنذار أو موت أحد أعضاء فريقه اللي هم جيريكو. حاول انك تخلي سايمون عايش، طبعا نورث ما حتموت أكيد، والثاني اللي هو جوش ما حيموت، فحاول انك تخلي سايمون عايش ويهرب معاكم. لمحة عن جيريكو، كونر اتصل بسايمون لما تلعب فوق هنا في غرفة البث، انا خليت سايمون ينطخ، فلما انطخ تك في السطوح حق البث ولعبت بكونر ورحت عند سايمون وقريت افكاره وعرفت فين مكان جيريكو، فهنا اصلا سايمون انتحر. ارسال رسالة، ماركوس قاد مظاهرة سلمية، انك يعطوك خيارات لما تلعب بماركوس، يا تدمر الشارع كله يا تهدي اللعب وتسوي مظاهرة سلمية، زي انك مثلا تحط لوحة كذا تقول احنا احياء احنا احرار، ما تكسر ولا ترمي كراسي ولا تدمر ولا اي شيء، خليك ماشي على السليم، وفي نفس الوقت في شوطيين حاول انك ما تقتلهم، سوي تحرير، حرر حرر حتى لو جيشك مات. حرق المكان، ماركوس قاد شعبا عنيفا، هذا العمر كسر خرب سوي شغب زي ما تبغى، لا شيء يدعو للبحث عنها او هنا. اوكي عفوا، نجح ماركوس في جعل الشرطي ينصرف، انك ما تقتل الشرطي زي ما قلت. ماركوس هاجم الشرطة، اقتل الشرطيين اصحاب هانك وكونر. صمود واثبات، صمد ماركوس امام الشرطة، ايوة انك تروح ويقول لك خيارات، يا انك توقف مكانك، يا انك تهاجم الشرطة، يا انك تنتشر تفقع من نصب اللي هو في الوسط، انك تثبت مكانك. بعدين لما تيجي الخيارات الثانية حط صمود، بعدين حط تضحية، واذا خليت جون عايش ما تخلي ماركوس يموت. اولويات، قتل كونر الكلاوي، الكلاوي ما ادري مين ده، كلاوي ناسي، القرابة، رفض كونر قتل كلاوي. كلاوي عرفتها الموز. اوكي، هنا يقولك تقتل وهنا ما تقتل. الدم يحدد كونر موقع جيريكو بنفسه، حدد كونر هنا تدخل غرفة التفتيش وعندك خيارات متعددة كثيرة، هذه طبعا ممكن مع القصة، ايوه انك تخلي كونر عايش ويعني ينجح في مهمته. ثلاثة في جيريكو، اجلب الثلاثة شخصيات الى تقاطع الطرق. تقاطع الطرق، ثلاثة شخصيات من جيريكو، ما فهمتها. اجلب الثلاثة، هنا الأرض المحروقة، فجر ماركوس أو كونر السفينة اللي هي جيريكو، هذه مع القصة. التحرير، وصل ماركوس إلى المعسكر وحرر الإندرويد، هنا ممكن لما تفوز في معركة، طبعا هذه قصة ثانية غير إنك تصمد من الشرطة. النصر المعنوي، الجنود يتراجعون، الجنود يتراجعون، أيوة إنك تهدي اللعب. النصر هنا طبعا في نهاية اللعبة، انك ما تقتل احد وانه تخلي الشرطة يهجده، يعني طبعا هذا امر من رئيسة الولايات المتحدة الامريكية. هربت كارا واليس من مركز اعادة التدوير، هذه انا لعبتها، ايوه. انك لما تلعب بكارا وتنقفط حاول انك تهرب من المعسكر حق التدمير، انا هربت الحمد لله. ميناء امن، عبرت كارا واليس الحدود، هنا طبعا القصة انه افضل نهاية. يشبهني، حول كونر الاندرويد، هنا طبعا لما تلعب بكونر وتخليه متحرر متغير ما تخليه آلة، بعدين تنزل في برج سايبر لايف وتحرر الاندرويد كلهم. قتل كونر قائد المتغيرين، هنا لما تلعب بكونر وما تحوله الآلة
وتروح تقتل يا نورث ماركوس. ايوه حان الوقت للقرار بنفسي. لا لو اقرر عفوا. والله الخط صغير، انا المشكله بعيد عن التلفزيون تقريبا 2 متر. قاوم كونر محاوله اختراق من سايبر لايف. قاوم كونر، اوكي سايبر لايف واضحه صح. الإدعان ضل كونر آلة، يعني ما تخلي كونر يتغير لما يقابل ماركوس. واحدا منا أصبح كونر متغيرا، واضحة إنك تخلي كونر متغيرا. عزيمة صلبة، لا تخسر أي معركة قبل الوصول إلى النهاية، بمعنى امشي على القصة زي ما هم يبغوك تسويها، انك تخلي كل الناس عايشين وكل شيء تمام، وهذا انك تجمع جميع المجلات، مجلات كده محطوطة تقراها كلها، طبعا لها اماكن كثير. الله يعينك. كان هانك وكونر اصدقاء حتى النهاية، ان تخلي كونر ما صاحب هانك وما حد يقلب على الثاني. كارا وأليس ولوثر معا في النهاية، هذه لما تعدي الحدود من عند الباص وكله، هذه أصعب حاجة ممكن تعدي لها، لكن مو مستحيلة، تقدر تعديها بسهولة. وهنا خلي كونر يموت موتات ما هي طبيعية، موت في كونر موتات، كل ما يكون موجود يموت، كل ما يكون موجود يموت مرة، موته على قد ما تقدر. هنا تختيمة لما تختم أول مرة. هذه هي قصتنا، لما تعدي بين كل مرحلة ومرحلة وتفتح مسارات جديدة بيعطوك فيها نقاط، انت خذ النقاط هذه وروح اصرف، مثلا ملابس، مثلا مع عروض موسيقى، اي حاجة. الناجون الجميع على قيد الحياة في النهاية، ولا شخصية تموت من بداية اللعبة، حاول انك تخليهم كلهم احياء. وبكذا انتهينا من نهاية الشرح. اعتذر عن الكلاجات حقت، لانه صراحة الخط مرة صغير، وأنا لو قمت وقربت ومدري إيه حقعد أجعبط الأسلاك اللي عندي كله قدام اللابتوب وقاتو ودنيا، فأعذروني. لا تنسون اللايك والسبسكرايب ودعم القناة. أتمنى الإفادة وأتمنى أنه شرحي كان واصل ومفهوم. كان معكم حسام، في أمان الله ودنيا، فأعذروني. لا تنسون اللايك والسبسكرايب ودعم القناة. أتمنى الإفادة وأتمنى أنه شرحي كان واصل ومفهوم. كان معكم حسام، في أمان الله.